بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة ازاي نحط علامة تجارية لليوتيوب لقناتنا. يعني ايه علامة تجارية لقناتنا؟ يعني بالظبط اي حد والفيديو شغال بالشكل ده هيشوف الصورة موجودة كده، اول ما يكبر الصورة او على الموبايل بتبان لو الصورة بقت بالعرض، العلامة المائية اللي هي كده. ايه فايدتها؟ فايدتها ان اي حد بيعرف ان ده طابع خاص ليك، ان دي قناتك او الفيديو ده بتاعك، حتى لو حد حاول ياخده هتظهر معاه. نمرة واحد. الحاجة التانية ان انت لما بتقف عليها بيبان لك زر الاشتراك، يعني هنا كده ده عشان انا مشترك هنا كده مثلا قناة الريشة، شايفين هو حاطط اللوجو هنا، لو وقفت بس عليه كده بيجيب لك الاشتراك. لو شغلنا الفيديو اول ما بتقف هنا بيجيب لك اشتراك ان انت تضغط عليه وتشترك. مثلا عندنا قناة قلب بنت مش مفعلة الخاصية دي هنا اللي هي اللوجو، فطبعا دي بتسهل على المشاهد اللي بيجي يشاهد قناتك او يشاهد المحتوى ان هو يضغط عليها بس ويشترك في القناة بكل سهولة. يعني هو لو وقف هنا كده وقال اشتراك خلاص اصبح مشترك، يبقى الموضوع ده بيسهل عليك جدا. ده تاني حاجة ان هو بيقلل ان انت ما تحط الصورة هنا، مثلا ان انت تاخد تحط صورة قناتك في الجزء ده، فانت بتضيع مساحة كبيرة من الفيديو الخاص بيك. بسم الله نبدأ نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة احنا بنروح لصفحة جوجل عادية جدا من المتصفح، واحنا فاتحين القناة على الحساب ده بنضغط على الايقونة دي، متأكد ان الحساب القناة موجود هنا. بعد كده بنروح هنا على كلمة اليوتيوب او ايقونة اليوتيوب، بتفتح معانا بالشكل ده. بنروح تاني بقى هنا كده دي الايقونة الخاصة بيك، وبعد كده بنروح عند استوديو اليوتيوب. طبعا الاستوديو احنا قلنا للجماعة اللي لسه بيفتحوا قنواتهم جديد، الاستوديو ده اللي انت بتتحكم في قناتك فيه، تقدر تشوف منه عدد الساعات، تقدر تشوف عدد المشتركين. يعني لو رحنا مثلا كده في اليمين عند تحقيق الربح، العلامة دي بتقدر توصل فيها اللي عدد المشتركين وعدد الساعات. احنا بنروح هنا للاعدادات. لما بنروح الاعدادات اول حاجة اعدادات عامة واعدادات القناة، احنا بنروح عند اعدادات القناة وبالتالي بنروح عند العلامة التجارية. العلامة التجارية بنختار العلامة تكون موجودة في نهاية الفيديو ولا في الوقت المخصص ولا الفيديو بالكامل، انا مختارها الفيديو بالكامل. هوريكم شروط الصورة اللي انت تختارها ازاي. اول حاجة بندوس استبدال عشان اوريكم الفرق، بنروح هنا مثلا ونختار الصورة دي. لو اخترنا الصورة دي اليوتيوب بيقول لك ان نسبة ارتفاع الصورة غير صحيحة، هو كده الصورة دي غلط. ليه؟ لان هو عاوز الصورة تكون مربعة وليست مستطيلة. نرجع تاني ونقول استبدال عشان نشوف الفرق اللي هيحصل. هنختار الصورة الأصلية بتاعتنا، لازم الصورة يكون مساحتها مربعة وتكون مساحتها في الحجم 274 أو في الحدود دي، المهم إن هي تكون صغيرة وتكون مقاساتها زي ما احنا شايفين 1024 × 1024، دي أفضل واحدة اليوتيوب بيقبلها. خلاص اتحطت بالشكل ده، وبعد كده بنقول له حفظ. خلاص هي كده اتحفظت، تبقى عندك على طول، لأن احنا شايفين إن في قنوات ما بتحطش العلامة، فبالشكل ده حتى زر الاشتراك ما بيظهرش، ودي حاجة لازم القنوات اللي زي كده زي قناة قلب بنت لازم تهتم بيها. لكن احنا شايفين هنا ان قناة الريشة مثلا حاطت الايقونة بتاعته هنا على طول عشان يسهل زر الاشتراك لمين؟ للمشاهد. اتمنى ان درس النهاردة يكون سهل وتكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة